بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في الدرس يبيلي الدرس من كتاب اعتقاد أهل السنة للحافظ أبو بكر ابن أحمد ابن إبراهيم الإسماعيلي. شيخ هديل وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا معدل عما ورد به ولا سبيل إلى رده إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم. نقول هذا شيخي عقيدة مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة مذهب ياو عقيدة ياو الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وقبول ما قبلوا إجي نطق إتمشلو به إيو كتاب الله تعالى إذا كركت وجمجيت إبيني إلا كواو ونحرار ونحتمل وما صحت نئجي سحيل به إيو الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نرواية سحيل كم رمى صلى الله عليه وسلم كواو قبل اختار عقيدة يا أهل الحديث نئيو مذهب ياو نئيو إتوا مجيت هديرو نرمى هديرو مذهب الحديث نكواو نختار ونحتمل ولا لا معدل نركك إلى توه عما إج وردا يوريتو به إج تينرو يوريتو كركاتو جمجير أما يمو كركسونا ينفرم صلى الله عليه وسلم كون ركا كواو كلتا أما كواو كيزا شو مذهب ياو مذهب يا الحديث أنا مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة نختار قبل إجي إتمشيرو إهديرو إبينيرو توجه مجيرو نمتم صلى الله عليه وسلم أنا إبينيرو كرك أحاديثي نمتم إبينيرو هوروذي كخساني ولا سبيل إلى رده ركون دي لكردوه موند مؤمن هخادر كيز ولا كرودة مجيرو هديرو مطم هديرو مؤمن الإسلام علامة يمون المؤمنين يو شكسا مجيب هديرو سمعنا وأضعنا شكسا مطم هديرو صلى الله عليه وسلم سمعنا وأضعنا أنا وقوان برودة إذ كانوا وويل مأمورين وفرميلا باتباع الكتاب والسنة كغساني وفرميلا وقراشا شوجا مجيب نصنا يمطم صلى الله عليه وسلم مضمونا لهم وطلب ضمان وطليلا الهدى ألونقف فيهما يمو كركاتو جمريد نصنا يمترم صلى الله عليه وسلم مشهودا لهم بأن نبيهم نعقو بين ليلا ومترم واو صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم فنقلوان كركان دلتو صورة دلتو سن وحضرين وتحضر الشيزة في مخالفته كونك خلافة كتيو تيو جمجيف أمو سنم ترموش خلافة وتحرر الشيزة هو تقوى سباء الفتنة من الفتنة والعذاب أن عذاب الأليم إن أولازو كونك مون رتواي خلف في رسول نم ترمي صلى الله عليه وسلم كواي تمسيب عذاب يتمسيب فتنة أمو عذاب إن أولازو كما قال تعالى كسبو جيتو هديلو
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ونتحذر وأنغنا كونغو ونخلاف أمر يمتون صلى الله عليه وسلم ونتحذر وأوتقصيب فتنة أم عذاب نولازو والإمام دار الهجرة إمام مالك نايو قصة مع الرجل itu syirik sama bin Imam Malik namun rumoy qala lahu umur bi Imam Malik sa'alay tambini min ayna uhrim mi chuanu safunga hijjam fungepi nuwepi hijja qala malik ma'amila min haythu ahrama rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahalam mahalam tumme funziro ihramiro apana mane ihramuna apana anze fa aada alayhi umuru timrudila يسؤال نعم كتير ردون مرارا مرنينجي ردون ردونيلي قال شما عمدا أمور جهدو فإن زدت على ذلك شو عمين زديره محاوية عمتونان فرميلو شو عمين زديره شخداران بسرين بلي أمور ردون شو نقول لباني قال فلا تفعل إمام جهد الاسفاني اسفاني سيزيد سبونغوز محالي حرميلو فنزلو حجي أبنى فونغا كما أنبدا مالك شهدو رحمه الله فلا تفعل سفاني كقصاني فإني أخاف من قتلني عليك الفتنة خصيب فتنة ما صايبا يتقبطو لتا سن خلاف مترمي صلى الله عليه وسلم قال أمون شهدا وما في هذه من فتنة إيه فتنة كما الله بيهلو فتنة كما تكون سيبومي إنما هي أميال أزيدها من قزيدا تينو في خطراتو ما يلي ما بيش خطران قزيدو شين رحبة تو مسافة حبة نبزيدو مسافة كان أبو ييمو في نجان ييمو كنيباني قال شمعان بدا فإن الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم مجيد هديلو ونتحذر وانو ونخلاف سنة مترمي صلى الله عليه وسلم وصيبة مسائبة أمبوك وصيبة عذاب نولازو قيمة وبما ناي سنة مترمي وخفاني متزو fanya sahari ko dibani mi jira taw dibani chizida ko dibani chpunguza ko dibani la ini sunna mtume sallam ini kudero bayiniro nimtume alladhi la yamdiqu anil hawa in wa illa wahyuha wa illa budu ko ayna qurashatu tayna wa qalna kududan na kuzidan na ila sheikh na khada مذهب يا أهل الحديث أهل السنة والجماعة مذهب ياو بعد الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وقبول ما نرى عجب الشيخ مذهب ياو نيو جين رجمو جيرو بينيرو تم بينيرو وفرميلا هراشا ياو الربيلا خكاتشيو خكاسولان تم هلاتا na kula mundu takurasho ndira iyo ndiye uko ila ndira ya ahlu sunna jamaa ndiye uko wa muru nangale muru nakudako nakudamini madhabu ni imuka ka madhabu ahlu sunna jamaa ni kuyuke nangale manai amali nangala ya inakfani nangala aqida ya ichuwae ba wafigire wa nruwa malawa pisiru masha Allah ujira mzidira ichuwae na kwa khilafu nruwa yaay na ku haduni zaami su haqiqa hawarudi walu hawa ilati ya mujitu bayini ilo namtune walu hawarudi kakasani wafarami ila ukurasha alkitab wa sunna watalila dhamana watalila kuwa ulongofu imupi karkachi ucha mujitu na sunna mtu sallam wa shuhidilila kuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam andiye hungulu wanu kakandira sura hidayatu irshadin wa bayani هاي هدايه ارشاد وبيان تملك بينه كما قال تعالى وانك لتهدي الى صراط مستقيم هدايه يعني بني يمويني مون ركنيو انديرا قبلوا ان دي سوره راشا اني مبولا تاس راشه معنى يوني انديرا ني وظيفه يا متومه ني وظيفه يا وان علماء الدين ديونا معنى وان واون قامل حق جبيل ثاني ني ربيلا يرشاني مفرميلا يوفلو هداية الدلالة الإرشاد والبيان فلو وأما هداية التوفيق ومون ركفلو حقيق البيني هداية ومن أقول ونقفنا هنوني
kuwaye umun rutlo kake qalbini iyo ha qadir illa mujidu subhanahu wa ta'ala ambila umaran tulam bila innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha tumish be na sallam amiye baadama amiye ala abi talib kurshezi chim minfa chim difaa jabuningi mshikililo mtume penzele amiye kuwaye khsiri makshara islamu abi talib penzele yima anaye sakaradi yina na kufote na abi talib mtume mambia sallam ye amiya amiya hadda la ilaha illa allah kuwele shahidi kisho kiyama ya am mambia hadda la ilaha illa allah kalima hadda kuwame kisho nami kuwele shahidi haribuwe wako uko abi jahal uko mingino na kamemani haye silate dini ya wankullo ya wawo abdul muqalib silate atargabu amilati abdul muqalib waysa naqufa haye tahadara simraashi mana ulkoodize siraashi koodize silate dini ya wawo dini ya wawo yini pi dini ya wawo yini dini ya shirki dini ya kufri abdul muqalib ana yini dini chabudula misanamu wanaambia ni simraashi mana uyu rasha dini ya wawo rasha مراد أبي طالب إيزي كراشا كود يمترون صلى الله عليه وسلم فيه كما نيكا يمزون فيه نوم ممترون صلى الله عليه وسلم حداني تقبر الاستغفار كما جيتو تعمس كربوة سلطان ممترون ربيلا كمبر الاستغفار عمي ربيلا ناية أنبيلاني إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إيه يا إيسا ما أنبيله قادري كمونغو ومن روام الجيتو مناي potrero iyo ni hidayah tawfiq filwa wa ama adilala niyo ni easy ya ambila innaka wa innaka la tahdi ila sirat mustaqim iyo ni hidayah tul abaya wal irshad wal dirab bradi mundru mu'min mundru islamu narashi sunna yamtrumi sallallahu alayhi wa sallam narashi yamujitu hadilu narashi indira ya ahlu sunna jama'asi وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى قرشوا اجئت مشير يبين له شو جمع مجيد سبحانه وتعالى وما صحت نجي سحير به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معدل نركك إلى توا عما ورد به اجئ الرئيتك كقرآن لأنك تسنى مجمين رناوك إلى توا كل توا ولا سبيل نركك انذل إلى رده كردوا كان وواوير مأمورين وفرميلا باتباع الكتاب والسنة قراشة توجة قرآن نسنة مترمة قراشة وفرميلا مضمونا لهم وطل ضمان الهدى فيه ممون سرشاء الكتاب والسنة وينديئكو ككندرة يحق ديئكو مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم وشهد لي لواخر لي لكم ترمين لي يخرجوا عن روكر كان دي سورة إلى صراط دي مستقيم توسني محذرين وتحذر شيزا في مخالفته شون رك وتحذر خم ترمين وتحذر شيزا كوتك وبرا الفدنة والعذاب أنا العذاب الأليم أنا أقول لها زو ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى موصوف بصفاته التي سمى وصف بها نفسه وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم هذه ويعتقدون هذا شيخ أبو بكر هذا شيخ هذا الحافظ أحمد ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن عباس هذا معنى ويعتقدون أهل السنة والجماعة أهل حديثه اعتقادا هامنا أن الله مجيد تعالى ويرو مدعو ومجيده لنبوه في اللوة بأسمائه كما إن الحسنى مجيدنا وما إن معنى مصورنا سبحانه وتعالى معنى موصوفنا وتلمام صفة بصفاته كصفاته التي صفية سمى ذليله ووصف صفيله بها صفائيه نفسه نفسيه صفة جيما ده مجيد سبحانه وتعالى ما إن مصورا ده مجيد سبحانه وتعالى سمجيد هديله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها
موصوف بصفاته التي سمى وصف بها نفسه ووصف هناكم سفليل بها سفائزه نبيه صلى الله عليه وسلم استنى اتشوى مجيد سبحانه وتعالى اندي يبلو الروهي ما إنا نو ما إنا بينيل كاكاتيو بينيل نمتون صلى الله عليه وسلم بينيل ما إنا مجيد كاحاديثيزي نصفك ويكو صفا جيما انتبتلو مجيدو mujitu bayinilo ka qur'ane bayinilo namtume sallallahu alayhi wa sallam nay bayinilo ka hadithi mumbu takon ruku takizo amu takun takubadillo amu takfajo zamanay tashbihi nimuru beiro manay wa amma mumbu takon ruku takurasho isa mujitu hadilo isa mtume hadilo sifa mujitu sifilo ruhi tamsifilo tamthibitilo bilaye kiza bilaye kubadilla bilaye manay fa tashbihi bilaye fa tamthili قراشة قد صفئين صفة يريق بجلاله لسا مجيد هديلو ترم هديلو مصحب ورشيزو ناس ترشيزي هشي بدلي هشيزي وان دي اوكو كان دي الحقي واما تكون روكو صفئيزو اما تكيزو تقوى مناي معطل اما تقوى ممثل اما تقوى مناي يونتني كركا او جوان رو اهل بدعة كان الخوارج معتزلة جهمية معنى رافضة نني وانرو ولا الزلو أهل البدعة كل إتقوية كل وانرو ما يعوش كليلة وخوارج أعوش كليلة مونرو معنى شنجلة ذنبي معنى ذنبة كبيرة شنجلة وانا كفرشة ما أصحابه وانتك كاو وكفريل ناو معنى وانرو ووالكو بدعة مبفنا وانزيزون رو خوارج وانرو ولا الزلو كالكفاع معنى علي بن أبي طالب ولكن ناي فينزو فيدنا وان مصحابه كفر شيزو او ندوف الخوارج ناو معتزله واكو وكو جهميه واكو وين واكو او نيزا وزنت او دانغني ان اهل البدع والضلال وان وبيلو تقراش عند لا حق تقراش نا كل مور نواكو في كل زمان مور تقاكو نواكو تقراش عند زمان راو ناي بير مور تقراش حتى فكره ما في ايه تقوا فكرون راو إن الفكرة خوارج، إن الفكرة يا ولاي معتزلة، إن الجهمية يا يتقراشو ناي بيرد أبو. إلا مور بيت السلام ناني مور رشيزو الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح يساو فهميو. ويعتقدون اعتقادا أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى. إنما صورة ناو سبحانه وتعالى ناو صفا جيما ناو موصوف بصفاته. التي سمى ووصف بها نفسه صفة نيز بالروحية نو تلمام صفة الروحية نيني والروحية سبحانه وتعالى نانكم ترمى صلى الله عليه وسلم نيب ترمى أعرف الخلق أعرف الخلق ناني نيم ترمى أعرف الخلق بربي ناني نيم ترمى صلى الله عليه وسلم نيني موجينا ميوكو الكوان رونتي نكون أنصح الخلق إلى الخلق نكون ناصح يا أيتي بتيلو يمن ركوب الدلال نكيزا ويكون ركوب نكيزا أمن ركوب الدلال سجابو من يتخي فويسو إجابو يا عرام يا ربدع وراشا كوديا مجيد ونكوديا مطرم صلى الله عليه وسلم يمطرم صلى الله عليه وسلم يلي يبوش من دي ما عربو نيوة عربو نعرف الخلق بربه يمن ركوب الدلال يمن ركيزا يستعي بينيلو وشهدني والذي نفسي بيده شهدو وإذا أخذني بيده شهدو هاي تقدواني بقدرته يا سبحان الله نقول له ديمنا هو علمه خلقكم رمي صلى الله عليه وسلم شهدنا ديمنا هو علمه خلقكم رمي كفر إليه ستين راشا كل يوم تقول راشا أعرف الخلق بربي نمتومي نمتومي أنت خبرك بديلا ما نيد سيف خبرك بديلا تلمام موجود بديلا ما إنا موجود بديلا أنصح الخلق إنه أيضا موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم خلق آدم بيده مجيد سبحانه وتعالى خلق منزله آدم كم آدم منزله بيده كم كنوه إذا مجيد بينيله في القرآن الكريم قال تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي مجيد سبحانه وتعالى سفل الروح وإنهم كنوا
namtrumne sallallahu alaihi wasallam sifat yu thibbitide kaka hadithi jihadda kaka mutayna kurapu walladhi nafsi biyadi mun rutaku on rugo taku haddo mujiyutu nanawam konu biyadihi nakhbazizwa kudra biyadihi ay bi kudratihi ni mun rubbero isa asha'irahu haddo mana bi kudratihi mufasiru wabere kakasani wujhada biyadihi bi kudratihi iyo takfanyai وجان قد بيديه بقدرته يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي اتقدان انا اتقد قدره ابليس كما قدر قد ستينا افضل ان ينير سوره نيم بيديه يساي هذه الموجود لكن يموي تعالى سيحد بيديه كان من كنويت سيحد تشبيه اسباني ليس كمثل شيء مختار اوكو karka sifat yang mujitu wen ukku naqasu ammu naqsumu marquyu kumuka ayi bumuka ayi laysa kamithlihi shay ana mujitu subhanahu wa ta'ala qawain naum fan laysa kamithlihi shay wa huwa sami'ul basir chado bi yadi so kana yidru stena chadan ranaum kunu wen akizaba ya mujitu tibdiru ka qur'ani wen akizaba chadam kunu wen kanam kunu yidru na kunam shabih mujitu na makhluqati ba ولا مشبه ولا معادل سبه مشبه سبه لكن تكواني ثبت راشا هذا يدا يليق بجلاله بس نكونا خلق آدم بيده وأنرشد أشاعرة مطوفة سروة إلى يوم من هذا وهذا تبارك الذي بيده أي بقدرته ونبدو هاي سبحان الله وأنا كم بلو عقيدة نخصمه وكل زبو تسمي لو بين لي لما عقيدة جوانين شافعية وانبيلة إمام شافعي عقيدة نجسئي إمام شافعي هم سفر مجيط صفات يا مجيط سفر الروبي هبدل رشاني إمام شافعي سي زبو زم ونيزا إجوانو قد سيت رشيزة تم رشيزة شاب قد جيلاني يكود الليلة ما نبيك هذا يكود الليلة كوا شيء على بعض الجيلان عقيدة إن إيه ناي هو ثبت صفة موجودة ثبت الروحية هبدلي هفاين تغييري هفاين تشبيه هسوي معدل نمون رشيزون ديرا يا أهل السنة جماعة ناي وكو زيو زيكو رشاني نركو نصول أو بين إجوان وقد سين شافعية إمام ويتو إمام شافعي إمام شافعي عقيدة نجسي ناي عقيدة إمام شافعي جسي هو ثبته وثبت يا مجيد تبدل الروحية استلمام يا مجيد تبدل الروحية وثبت خبدلنا رشاني إجوانه قدسين أشاعراء أبو الحسن الأشعري كركا مراكان معتزلة لزيري لسير توبر يسيرو روديني كركا مذهبو يا أهل السنة والجماعة عقيدين أين إي انتقادر كنانجالة تيوجايب مني ألفينوك آخر الإبانة تعرض كنانجالة مني يمون كو عقيدين أين جزء إي تبدل مجيد سبحانه وتعالى تلمامو يا عيسى في الروحية نما إن يه كفيل اللوا تلمامو يكتبد اللوا كيس كبد اللوا تينا لم نيات قدو شدنا ما نسي شمرز أوفاء الأشعري عقيدة إني شو أنا مقدسين الشافعية إمام الشافعي عقيدة إني جزء إي شو أنا مقدسين شمرز أبو عبد الجيلاني عقيدة إني إي شو أنا مقدسين شناوزيوم بلي هو كذو عقيدة يا إمام الشافعي تاني هاتوا برهانكم وإلا رشاني عقيدني إي رشاني خلق آدم بيده ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وجيت هدي سبحانه وتعالى بعد وزنك حدا يهود بعد وحدا يد الله مغرورة وزنك هدي لهم يهود خاصة عليهم لعين الرحمن وهدي له ومجيد نبخيري هوتو هتمولي جينرو أنا يكونوا يفون زلا مجيد واجبيني مجيد مكونا رح يكفونغوا بل مجيد تمولي جين فان تعالى وين سولو كم بجينرو وين سولو كم فيزا عريري وين سولو كم فيزا واسعي ينفق كيف يشاء بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء في سورة المائدة يمو آية 64 بلا اعتقاد كيف لكن بشبك اعتقادوا كيف يجي كيف يا اعتقاد لما جنيه كوس اعتقاد إني سيفان دي سيف الروحية وتخطيبته لكن كيف يجي وأنه مجيد سبحانه وتعالى
istawa mujitu wele ilu welo ala arsi ila arsi mujitu uku ila arsi uku bila kaifin bila kaifia fa inna Allah ta'ala mujitu anha mujitu wa kumeze makhlukati wa kumeze wa ambide ila anna kwa mujitu subhanahu wa ta'ala istawa ala arsi kwa mujitu wele ilu ya arsi welo mujitu iyo tushkumezo walam yadhukur mujitu kudhukura kaifa kana istiwa'uhu istiwa yake isa iwero mujitu rakichidhukurila rakichambila nasin rachinao kuwasi na kingila dabu izo chingili isa imamu malik su'alaita ambila istiwa ya mujitu nila magani yu namu malik shikwa shitana shahada ala istiwa kaluka ya charabu na shiru ma'alum na kaifia dene shiru majula yisuri ni usulo kaminuwa wa ama su'alata nwa kaifia dene shiru bida akona istiwa di mana ya istiwa al arshi kata Qur'an mahala kamu mujidu dhukuri lo subhanahu wa ta'ala aya kamu nak dhukuru na madhhab salaf niyo istiwa an yaliqu bi jalali mujidu ku insa wa ta'ala wa an rushi ash'ari wa diyani istawa'i na qadir zawani istawla mujidu shishiri arshi shishiro subhanallah ni kana na shishiro nikana yu arshi jumunum bari shishiru mujitu lanenae dinu makin berhakim kurun illa subhanahu wa ta'ala amma ya kurun istawla sihadeh tawanao dalili la minal kitab wala minal sunnah bal dalili yao ni dalili syir mundum manai bishri tad istawa bishrun al iraq manai shishiru iraq shishiru bila tawanya mazi bila fahimsi iyo su kodi kodi ni kodi ya mujitu nam jumil salam aishkili iskiziza ila mtume sallallahu alaihi wasallam na mtume somere ya masahaba na masahaba somere ila tabiina taku mundu hadilo istawa istawla tahadhara katena fa inna Allah ta'ala mujitu anha mujitu shkomeze ila anna kuwae istawa ala al'arshi kwa mujitu ila ilu walam yadhkur nakudhkura kaifa kana istiwa'uhu nakudhkura nawe singire simere وأنه مالك خلقه وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم لكنه فعال لما يشاء ويحكم ما يريد لا يسأل عما يفعل والخلق مسؤولون عما يفعلون وأنه مجيد مالك خلقه دي ملكي للمن مخلوقاته وأنشأهم أنزل لا عن حاجة سوق قسان دلا إلى ما خلق يا أنزلوا مخلوقات يا أنزلوا سوق مجيد نم تحاجنا وسوق ولا لي معنى ولا قوي وأنزل قسام معنا دعاه إن بالله منا إلى أن خلق قوي وأنزل تركوا معنا يا يوم بالله لكن يكو سبب يكو ما نربو معنا يا ينك يحتاج رأي رأيكم ويكو معنا يا ينك يحتاج رأيكم لكن يكو سبب يا مجيد وأنزل أنزل منا الجن والإنس مجيد وأنزل قسام للعبادة وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون استنى يكو سبب يكو مجيد المخلوقات وانزل كسبب اسباب يكو اسباب يكو لكن ما انا ياي انك تحتاج ريكو فهم معنى سو معنى يكو مجيد انزل وان بلا معنى سو معنى ياي انك تحتاج ريكو لكن يكو سبب سبب يونيو كواو كونكم عبدين نسبو نفسي تشومون اون رشه فنيزه تمن فاي إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ستنا معنا هو يكون معنا يا موجود لك يحتاج رأيكم لكن سبب يكون يا موجود وأنزل ما جن ما ينزل خصائي بعدا ولا لمعنى نرفك معنا يا نحطنك يحتاج دعاه انبليلو إلى أن خلقهم كونك وأنبا لكنه موجود فعال موجود فعلا لما يشاء رسوله ويحكمه حكمه ما يريد يا رسوله لا يسأل هسؤالته عما يفعل وجير يا تخفاني وسأتو نخفاني عن رب تمام يا تمام والخلق مسؤولون لكن مخلوقاتي هسؤالته عما يفعلون يا وتخفاني قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون في سورة الأنبياء كآية 23 مجيد سبحانه وتعالى هسؤالته يا يوفانو مخلوقاتي
husalu tu wa yahu fanyu la yusalu amma yaf'al wal khalqu mas'uluna amma yaf'alun wallahu a'lam.